ما كنتش حضرتك متوقع إنه عالم دين لما يصور حلقات مستضيف فيها فنانين ده هيعمل جدل؟ هو هيعمل جدل في نظري منى هانم، هيعمل جدل في حلقة لو أنا على المسرح معاه وبنرقص. والله أو هو بيغني وأنا بقول هي. إنما أهلا يا عمر، إزايك يا عمر، عامل إيه، إمتى ابتديت تغني، أمك راضية، بتعمل إيه مع أمك، جبت إيه لأمك، صوتك حلو، قرأنا آية. إيه اللي يمنع كده؟ طب والفنانات يا دكتور، لما مثلا حلقت مثلا وفاء عامر قلت لها إيه؟ كنت بتقول إيه للفنانات؟ اللي بقوله للرجالة. مفيش ما والله العظيم ما عندي حوار يختلف. إنما بطبيعة الأنثى الحاجة اللي هي تحب تقولها، الحاجة اللي أثرت في حياتها، بيتها، جوزها، عيالها، حاجات كده، حوار هادي وجميل جدا، وكان عجبهم قوي 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 قوي.